أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم تسلمه صحيفة الاستجواب المقدم من النواب دكتور وليد الطبطبائي والحميد الإسباعي وعبد الوهاب البطين الموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. في غضون ذلك واصلت اللجان البرلمانية عقد اجتماعاتها مع بداية الأسبوع، حيث تم بحث كل لجنة أولوياتها والمدرجة على جدول أعمالها. مجلس الأمة مرزوق الغانم طلب الاستجواب المقدم من 3 نواب إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. استلمت اليوم استجوابا لمعالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب مقدم من الأخوة النواب الأفاضل دكتور وليد الطبطبائي والأخ النائب الحميدي السبيعي والأخ النائب عبد الوهاب البابطين، مكون من 4 محاور. وفق المادة 135 من اللائحة تم إبلاغ الوزير المعني وسيتم إدراجه في أول جلسة تالية اللي هي 31 يناير. في 31 يناير يجب مناقشة الاستجواب ما لم يتم طلب تأجيله ويحتاج إلى قرار من المجلس، لأن فترة 14 يوم تكون استنفذت من اليوم إلى 31 يناير. وعلى صعيد اللجان البرلمانية عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الميزانيات العامة والحساب الختامي ولجنة المرافق العامة اجتماعاتها وناقشت ما هو على جدول الأعمال. من المقترحات بقانون اللي بحثتها اللجنة المقترح بقانون في شأن حماية المعلم. في شأن حماية المعلم مقدم واللي تم تقديمه من العضو الفاضل عسكر العنزي، وقد وافقت اللجنة على المقترح في أساسه الدستوري والقانوني وأبدت عدد من الملاحظات اللي تتعلق بالصياغة القانونية وبالتسلسل والضبط القانوني. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع وكذلك لجنة شؤون الإسكان ناقشوا التقارير والمقترحات النيابية. تم انتهاء من اجتماع اللجنة الإسكانية الثالث وتم بحضور وزير الإسكان ومدير عام الرعاية السكنية والفريق الفني والأخوة أعضاء اللجنة الزملاء الأفاضل. تم النقاش حول نقطتين رئيسيتين، وهو أول شيء استعراض كان هناك عرض مرئي قدمت من الرعاية السكنية لمشاريع الرعاية السكنية سواء التي تمت أو الخطة المستقبلية لحل القضية الإسكانية. أما اللجان البرلمانية المؤقتة فسيكون للبعض منها موعدا للاجتماع يوم غد الاثنين بالإضافة إلى اجتماعات اللجان البرلمانية الأخرى.